أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في النشرة الإخبارية المفصلة لهذا المساء، وكالمعتاد نستهل هذه النشرة بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية سيسمع له مرجلة يترأس الجلسة 17 للوزراء. وفي الساحة الدولية أدانت زعيمة ميانمار العنف وانتهاكات حقوق الإنسان بحق أقلية روهينجا. كانت تلك أبرز العناوين وفي التفاصيل. أهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. برعاية رئيس الجمهورية رئيس الحكومة السيد إسماعيل عمر جيلي، عقد مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 19 من شهر سبتمبر الجاري جلسته 17 لعام 2017، وذلك في قصر الرئاسي. وخلال جلسة ناقش الوزراء 5 مشاريع قانونية: مشروع قانون يتعلق بمصادقة اتفاقية قرض بين جمهورية جيبوتي والبنك الإسلامي للتنمية. مزيد من التفاصيل مع سميل شاكر علي. Ce jour mardi 19 septembre 2017 s'est réuni sous le haut patronage de son excellence le président de la République chef du gouvernement la 17e séance du Conseil des ministres. خلال هذه الجلسة ناقش الوزراء 5 مشاريع قانونية، منها مشروع القانون يتعلق بمصادقة اتفاق القروض بقيمة 60 مليون فرنج جيبوتي بين جمهورية جيبوتي وبنك الإسلامي للتنمية، ويعني بهذا القرض بناء مستشفى عام التابع لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومشروع قانون يتعلق بمصادقة اتفاقية القرض بقيمة 12 مليار و819 مليون و691 ألف و830 فرنج جيبوتي بين جمهورية جيبوتي والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. يشكل هذه القرض تمويلا إضافيا لمشروع إعادة التأهيل للبنية التحتية للمياه السالحة للشرب، ومشروع قانون آخر يتعلق بمعاهدة اتفاقية القرض بقيمة 101 مليون و205 ألف ريال السعودي بين جمهورية جيبوتي والصندوق السعودي للتنمية. يعتبر هذا القرض تمويلا إضافيا لمشروع إعادة التأهيل البنية التحتية لشارع الرابد بين جيبوتي العاصمة وإقليم تجور المعروف بشارع رقم 1. كما صادق المجلس مشروع القانون آخر يتعلق بمعاهدة اتفاقية التمويل حول الطاقة الكهربائية المستدامة بقيمة 23 مليون و300 ألف دولار أمريكي بين جيبوتي ووكالة الدولية للتنمية، حيث يهدف هذا المشروع إلى تعزيز طاقة الكهربائية في ديلوت ورابلي وبيكادوس وسيتي النصيب في جيبوتي العاصمة. وعلى سعيد آخر، صادق مجلس الوزراء خلال الجلسة اليوم على مقترح قدمته أمينة الدولة للشؤون الاجتماعية السيدة منى عثمان ذمة، عبارة عن مرسوم يتعلق بإنشاء وتنظيم وتشغيل السجل الاجتماعي الذي يعتبر أداة لنظام تحديد وتسجيل الشرائح المجتمعية الضعيفة وذلك ذوي الدخل المحدود الذين يحق استفادة قبل غيرهم من المساعدات والدعم المقدم سواء من الحكومة الجيبوتي أو من قبل منظمات والهيئات الخيرية تحت إشراف أمانة الدولة للشؤون الاجتماعية. وتأتي هذه الخطوة في إطار المساعي التي تبذلها الحكومة بغية ارتقاء بالواقع المعيشي لفئات أكثر الاحتياجا في البلاد ومكافحة ظاهرة الفقر والبطالة. وعلى صعيد آخر، صادق المجلس الوزراء خلال الجلسة اليوم مقترحات والتعيينات التي قدمت من قبل وزارة الطاقة ووزارة التجارة وغيرهما من الدوائر الوزارية. التفاصيل مجددا مع الزميل شاكر علي. Sur proposition de la secrétaire d'État chargée des affaires sociales,
من الوزارة العامة المكلفة بالإصلاح الإداري، صادق مجلس على مشروع مرسوم قدمته الوزارة يغطي بتعيين السيد دوليد محمد جامع المهندس بدرجة الثانية للطاقة والمعادن مديرا للطاقة، وسيد آدم إسماعيل المهندس بدرجة الثانية مديرا للموارد الطبيعية. وتم المصادقة خلال هذه الجلسة على مشروع مرسوم يتعلق بالتعيين زيد علمي وبري عثمان مستشارا فنيا للوزير الداخلية. كما صادق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم يتعلق بالتعيين مسؤولين لدى الوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة، وفي هذا السدد عين السيد حسن آدم شحيم مديرا للتجارة الخارجية والاندماج الإقليمي، والسيد مخترم فؤاد عبد الله مديرا للتجارة وحماية المستهلك، وسيد أحمد محمد عمر مستشارا فنيا مكلف بشؤون العربية، والسيد أحمد إبراهيم جامع مستشارا فنيا مكلف بالإعلام، والسيد عمر دلارة موسى مديرا للدراسات والتخطيط، والسيد عبد الله طاهر حسن مديرا للسياحة وحرف اليدوية. وفي الأنباء المحلية الأخرى، قام أمين الدولة للشباب والرياضة السيد حسن محمد كامل أمس بزيارة إلى حي النسيب للوقوف على سير أعمال بناء مركز التنمية المجتمعية لهذا الحي الذي يسكنه المنكوبون وضحايا الحرائق الذي اندلع مؤخرا في بلدية بلبلة وأحياء من العاصمة. هذا وتم تجهيز هذا المركز بأدوات وآليات رياضية متنوعة ككرة القدم وكرة السلة والتنس وكرة الطاولة، إضافة إلى العديد من المعدات الرياضية الأخرى. وجدير بالذكر أن أمين الدولة قد تعهد سابقا ببناء هذا المركز أثناء زيارته في هذا الحي قبل فترة. قدم مدير العام لشركة الكهرباء السيد جامع علي جيل اليوم لقاء صحفيا أوضح فيها بأن السبب الرئيسي وراء الحرائق وتسبب الوفيات وخسائر مادية جسيمة هي سرقة واستعمال الكهرباء بطريقة غير شرعية. وأضاف المدير في هذا اللقاء بأن الرأي العام لا يأخذون بجدية مخاطر تعامل واستعمال الكهرباء بطرق غير شرعية وبالتالي غير آمنة، كما أن ذلك العمل يعتبر جرما ويعرض هذا الشخص خطرا للآخرين، وبالتالي فإن شركة كهرباء جيبوتي أخذت كافة الإجراءات الضرورية لوضع حد لتلك الأنشطة، كما أننا نقوم قصارى جهدنا لأجل توفير الكهرباء لجميع المنازل. واختتم سيد جامع علي جيلي كلمته مشددا ضرورة احترام الضوابط حول استعمال الكهرباء لمكافحة مخاطر الذي ينجم عنها سرقة الكهرباء. نظم سفير الجيبوتي في الصومال السيد آدم حسن آدم حفل تسليم هبة مكونة من ملابس ومستلزمات رياضية إلى وزيرة الشباب والرياضة الصومالية السيدة خديجة محمد ديريه، وتندرج هذه المناسبة في إطار الدعم الذي تقدمه جمهورية جيبوتي لأشقائهم الصوماليين في مجالات مختلفة. وتتكون هذه الهبة القيمة من 15 كرتونة من مختلف الكرات لكافة الرياضة مثل كرة القدم واليد والسلة، وكرتونا من 50 رياضة ل18 فرق لكرة القدم، وكرتونا ل50 الرياضة لصالح 3 فرق رياضية. من جانبه أشاد سفير الجيبوتي في الصومال السيد آدم حسن آدم عن أهمية حفل تصميم هذه المناسبة من المستلزمات الرياضية لصالح الشباب الصوماليين، وتندرج هذه اللفتة الكريمة في إدارة الدعم الذي تقدمه جمهورية جيبوتي لأشقائهم الصوماليين. كما أوضح السفير آدم أن جمهورية جيبوتي تقف دائما إلى جانب أشقائهم الصوماليين في جميع المجالات.
التقى سفير الجيبوتي في مصر شقيق السيد محمد ظهر حرسي بوزير الطيران المدني المصري السيد شريف فتحي علي، وتطرق المسؤولان خلال هذا اللقاء الاتفاقية التي وقعه رئيس الجمهورية ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي حول التعاون في مجال الطيران المدني خلال زيارة لرئيس الجمهورية في القاهرة في شهر ديسمبر عام 2016. وتطرق الجانبان حول تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل دفعها إلى الأمام. وفي الأنباء المحلية، نظم المكتب الوطني لتنمية الطاقة الحرارية الأرضية صباح اليوم في فندق الشيراتون ورشة حمل حول الشركاء الدوليين لمكتب تنمية الطاقة الحرارية، وتهدف هذه الدورة إلى تزويد معلومات لوضع استراتيجيات ومشاريع لشركاء الدولي وسبل تعزيز التعاون القائم بين حكومة جيبوتي والشركات الدولية للطاقات الجوفية. وفي غضون هذه الدورة تم عرض الدعم الأساسي ومتعدد الأطراف الذي يتلقاه مكتب لشركاء خاصة الدوليين حول وضع استراتيجية للعمل المشترك. وتم خلال هذه المناسبة تطرق إلى عدة مواضيع متعلقة بالطاقات الجوفية وكيفية استفادة منها في مجالات مختلفة. وشارك في هذه المناسبة كل من ممثل لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وممثلة للبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية وممثل للاتحاد الأوروبي وأيضا ممثل الصندوق الكويتي للتنمية، إضافة إلى العديد من ممثلي المنظمات الأجنبية العاملة في هذا المجال. والآن حان موعد صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي، نعود إليكم بعد الأذان، فابقوا معنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أهلا من جديد. نظمت وزارتها المكلفة بالتجارة والحرف اليدوية والسياحة بالدعم من المعهد لصناعة الجلد التابع لكوميسا تدريب حول مختلف الصناعات في اتباقه، وذلك في معهد العالي لإدارة الأعمال المعروفة باسكاوي. وتعتبر الحرف اليدوية من الوظائف التي تمثل ثقافة بلدنا، ويمكن استمرارها في دعم من يمتهن هذه المهنة وتعزيز مكانته عبر تنظيم ورشات والدورات المكثفة. وشارك في هذه الورشة المدير العام لوزارة السياحة السيدة عبد الله ظاهر حسن، ومن جهة منظمة كوميسا حضر هذه المناسبة بروفيسور ميكونين الذي هو خبير في مجال الحرف اليدوية. ومن المقرر أن تستمر هذه الورشة حتى 22 من شهر الجاري. في دار الأنشطة التي تقوم بها عمدة مدينة جيبوتي السيدة فاطمة عوالي عثمان، عقدت الاجتماع مع رؤساء الدوائر الخمسة في العاصمة، وذلك لإنشاء المجلس لحل المشاكل لكل بلدية. وشارك هذه المناسبة المكرسة لإنشاء المجلس 84 من العقال وأعيان من مختلف البلديات العاصمة الثلاثة. وجرت هذه المناسبة فضلا عن العمدة جيبوتي بحضور مساعد الثاني لعمدة مدينة ورئيس المجلس لحل المشاكل السيدة خدير علمي أفعسي والنائب رئيس البلدية بلعوس. وقدم المشاركون في هذه المناسبة شكرهم وامتنانهم لعمدة مدينة جيبوتي على تنظيم هذه المناسبة التي تسعى لإيجاد الحلول المناسبة لجميع القضايا التي تهم المواطنين. عندنا مير مخلص لعمله ووفي، مهتم بنا ومهتم بقضايا الناس، ولأجل هذا يجب علينا أن نكون جانبه وسند في جانبه، نعينه على المشاكل حق الناس. هذا الذي أشي أقوله، ما فيش أكثر من كذا. وفي مداخلة لها عبرت عمدة جيبوتي السيدة فاطمة عوال عثمان عن ارتياحها الشديد لفعاليات هذه المناسبة التي تهدف إلى توفير مجالس يتابع المشاكل وحيثيات المجتمع المدني، وقدم شكرها إلى كافة الحضور الذين شاركوا هذه المناسبة. وأكدت في وقت ذاته ضرورة العمل المشترك بين السلطات هذه البلديات وعقلاء وأعيان إضافة إلى الشعب لأجل إيجاد حلول ومشاركة في تنمية البلاد. على غرار المؤسسات التعليمية العامة والخاصة في البلاد، انطلق العام الدراسي الجديد 2017 و2018 بالمعهد الإسلامي في جيبوتي التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي، ويقدر عدد الطلاب في المرحلتين الإعدادية والثانوية نحو 420 طالب، فيما يقدر عدد الطالبات في الصفين الأول والثاني متوسط بحوالي 120 طالبة. ويعتبر المعهد الإسلامي صرحا علميا شامخا يعكس عمق العلاقات الأخوية والتعاون التعليمية بين حكومة جيبوتي وبقيادة المتمثلة بقيادة رئيس الجمهورية سيد اسماعيل عمر جيلي ومملكة العربية السعودية المتمثلة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. ويتولى عملية التدريس بالمعهد الإسلامي في جيبوتي أساتذة أكفاء من جيبوتي والصومال والسودان إضافة إلى مصر ونيجيريا فضلا عن السعودية. واعتمدت الجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية افتتاح التعليم عن بعد لقسم الشريعة ببكالوريوس للطلاب والطالبات وقسم اللغة العربية للطلاب، وتحويل الدبلوم العلوم الإدارية والمالية إلى بكالوريوس للطلاب ودبلوم الحاسب الآلي للطلاب، وفق ما أشار إليه مدير المعهد الإسلامي في جيبوتي الشيخ عتيق بن سليمان الحمدي. وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات العلمية والثقافية بين المؤسسات العلمية والأكاديمية للبلدين قد شهد تطورا لافتا على مدار السنوات الأخيرة، ومثال ذلك المعهد الإسلامي في جيبوتي الذي مضى على إنشاء أكثر من
38 سنة. وإذا في الأنباء الدولية، أدانت زعيمة ميانمار أون سان سو تشي الثلاثاء جميع انتهاكات حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه ستتم محاسبة أي شخص مسؤول عن اقتراف انتهاكات في ولاية راغن المضطربة التي تقطنها أقلية روهينجا المسلمة. مزيد حول هذا الموضوع نتابع تقرير التالي. هذا الخطاب هو الأول الذي تتوجع به سوتيش إلى الأمة منذ اندلاع حملة الجيش العسكري في ولاية راخان على أثر الهجوم الذي نفذه مقاتلون من روهينجا على مقر الشرطة في 25 من أغسطس. وقد أجبرت الحملة العسكرية أكثر من 400,000 من الروهينجا إلى الهروب باتجاه بنغلاديش. زعيمة ميانمار التي توجهت انتقادات حادة على خلفية الحملة العسكرية في ولاية راخان قالت إنها لا تخشى من أي تحقيق دولي، وأنه لا بد من تحديد الأسباب التي دفعت بروهينجا إلى الفرار. كما عبرت سوتيشي عن التزامها لإيجاد حل مستدام للصراع في بلادها والتنفيذ توصيات التي قدمتها اللجنة المبعوثة الأمم المتحدة كوفي أنان. يمكن لروهينجا فارين عودة إلى ميانمار على حد قول زعيمة ميانمار. مستشار الأمن القومي بميانمار ثون تون تانا قد أبلغ وقال الرويترز الاثنين أن مسلمي روهينجا الذين فروا إلى بنغلاديش المجاور من الفرار من العنف في ولاية راخان سيتمكنون من العودة، لكن عملية سيتعين بحثها. بهذا النبأ الدولي تنتهي النشرات الإخبارية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.